مشاهدين الاكسبرس، مرحبا بكم. ملي تدقق شي شوكه شوف غير حدا هاد المثله، قالوها اللواله، واليوم حنا كنعيشوها في هاد البلد السعيد. فين ما كانت شي مصيبه كتزف علينا من برا، شي مرتزقه حال كاميرا التليفون وكيسب في البلاد وفي المسؤولين. وفين ما كاين شي مخابرات ديال شي دوله معاديه للمملكه كتكلم وكتحرك وكتكتب مقالات ضد البلاد، غمض عينيك وحسب حتى الثلاثه وشوف في جنابك، غادي تلقاهم مغاربه صحفيين واكلين شاربين معنا هنا وكيتواصلوا مع دوك الناس، وهما اللي كيعطيوهم المعلومات اللي غالبا كتكون خاطئه. جيران دوت فرحان والمومني وعلي المرابط وغيرهم كتير باعوا الماتش ودبروا على صحاب الشكاره من عديال البلاد، وكان خاصهم غير اللي يعطيهم الخبيرات من الداخل. تدافع والانتقاد ممكن لنا ان نشجعوه، ولكن خاص بزاف ديال الامانه والنزاهه باش الخبر توصل مقاده. ومني يبغيو يطرزوها خاص بزاف ديال الوطنيه والمسؤوليه باش بنادم يراعي الله ويراعي المسؤوليه ديالو، ماشي تفرقوا الخبر اللي غادي تعجب مالي الشكاره اللي كيخلصوكم. المهم حاليا جيراندو كيعيش أسوأ ايام حياته، لانه تفضح عند السلطات الكنديه وعرفوه غير مخبي عندهم باش يشهر ويقذف المغاربه والمغرب بلا ما يتحاسب. بحسب جريده كنديه، هشام جيراندو مشابه به في تحقيق كتقوم به حاليا شرطه مونريال بشان تورطه في توجيه تهديدات بالقتل ضد قاضي مغربي. كان صدر عده احكام في قضايا الارهاب، وهذه القضيه تلقى بزاف ديال التهديدات بالقتل من بعد بث جيراندو لواحد الفيديو في القناه ديالو شهر ماي 2023. هذا واحد قرب ياخذ حسابه عندهم. اما ادريس فرحان اللي عايش في عالم بوحده، ما كاين غير الكوكايين والبارونات وسبحان الله غير المسؤولين المغاربه. والعجيب ان السيد كيقول لك المصادر ديالو من داخل الامن والمخابرات المغربيه. ايه راه كاع دوك الكذابه ديال اليوتيوب هشام جيراندو ولا ادريس فرحان، وقت ما كيسولهم شي واحد في التعليقات على المصادر كيقولوا لهم مصادر من داخل الامن والمخابرات، كيكذبوا. قلبنا حنا شويه ولقينا خوتنا عندهم فعلا مصادر ديال القريضيه، ماشي قريضيه البوليس والجيش والمخابرات، لا قريضيه ديال القوالب والتسمصير اللي عايشين معنا هنا في البلاد. المخير في هاد الناس اللي كيعطيوهم الخبيرات عنده بطاقه ديال الصحافه وكيبزنسوا في المحاكم هنا في المغرب، وكيتخابروا مع هشام جيراندو ودريس فرحان طبعا، وكيرسلوا لهم معلومات على اشخاص او ملفات رائجه امام المحاكم، وكيطعموها ديما بالسميه ديال شي مسؤول باش يتسموا خدمه. زدنا قلبنا شويه لقينا هاد المدونين والصحفيين كيواعدوا الناس هنا في المغرب انهم غادي يحلوا لهم مشاكلهم على برا، حيت عندهم علاقات مع ادريس فرحان وجيراندو، يعني سماسره ديال ملفات وقضايا داخل وخارج المغرب. وهادشي اللي كنقول لكم ماشي استنتاجات، هادشي عندنا عليه الدلائل وبتسجيلات. واحد لقيناه باغي يوقف مع مغربيه كانت مزوجه بشي زوج ايطالي توفى، والكابيتان دريس فرحان هو اللي قال لك غادي يوقف معاها في الطاليان. شوف سي دريس، فاش تبغي تصور الفيديو خلي لي واحد 20 ثانيه، انت كتبان في الكاميرا وساكت بحال كتصنت ليا، صافي عاد باش بدا. والوسيط صحفي مغربي خدمته في المغرب قلبنا بحثنا لقيناه خدمته كلها امام المحكمه، فين ما يبان لك شي ملف في الصداع والوقفات امام المحاكم وضحايا كيغوتوا كتلقاه هو المهندس وهو اللي كيجمع الميكروفونات وكيجيبهم لتم. زدنا قلبنا شويه لقينا واحد المحامي علق لكندا وكيتواصل حتى هو مع ادريس الفرحان باش يكتبوا على المسؤولين المغاربه ويضغطوا في الملف ديال محمد زيان. كنزيدو نقلبوا شويه وكنلقاو واحد الضحيه مفتعله ديال شي مؤسسه مغربيه طالعه عند جيراندو ولا عند ادريس الغضبان. كنقلبوا كنلقاو المحامي ديال هاد الضحيه مسكينه هو صاحب ومحامي الصحفي اللي كيبزنس في ملفات العيالات في الطاليان، وهو اللي كيبزنس مع دريس الغضبان. كتزيد تقلب شويه كتلقى صحفي اخر كيقول راه عطا ملف لشي صفحه كنديه باش يتكلم عليه. شكون هذا الصحفي؟ هو ملي كتقلب كتلقاه خدام مع الصحفي الاول صاحب الفرحان في نفس المؤسسه الاعلاميه عندنا هنا في المغرب، يعني شبكه خدامه هنا في التسمصير ديال المحاكم، وكيتخلصوا من عند الناس هنا وكينسقوا مع الغضبان وجيراندو باش زعما يضغطوا بخرجاتهم التافهه على القضاء.
وإلى القاضي ما عطاش الراس كيشهروا به ويدخلوا الأمن والمخابرات. وها المادة الدسمة اللي كيتخلص عليها جيراندو الغضبان وجدات. مني خرجوا الصحفيين الحرار وبداو كيفضحوا في هذا الشيء، بدات حملة ممنهجة ضدهم. الإخوان في برلمانكم كيتعرضوا اليوم لحملة واسعة ديال التشهير. من نهار أعلن الأستاذ الروماني أن سنة 2024 هي العام اللي غادي يشتغلوا باش يفضحوا فيه مرتزقة الصحافة. وباش تفهموني أكثر، واحد من هاد المرتزقة كيجمع الفلوس حاليا ومخرج عينيه وكيوجد باش يخوي البلاد ويمشي يدير صحافة جيراندو والغضبان، حيت بان ليه هذاك هو البلان. كل التضامن مع الاستاذ الخباشي والاستاذ الروماني، وكل التضامن مع المسؤولين اللي كيشتغلوا في الخفاء وحتى هما ما قالوهمش وكيضربوا ليهم في الديمم ديالهم والاعراض ديالهم. هذا الشيء ما يمكنش نسكتوا عليه. واليوم جيراندو راه كيتحاسب امام القضاء الكندي، والغضبان راه تحكم بالابتزاز امام القضاء الايطالي. ولكن المغاربه بغاو المسؤولين القضائيين والامنيين ديال بلادنا يديروا اليوم حمله على اللي كيدق البلاد والمغاربه من الداخل. هاد الصحفيين اللي ما عرفناش شكون كيحميهم هنا داخل البلاد خاصهم يتحاسبوا ويبقاو عبره لكل خوانات الداخل. وبركه ما نعطيوهم الوقت فين يهرسوا لينا السواري ديال البلاد ويضيعوا حقوق مواطنين بساط معاهم. طبعا حنا مستعدين ندليو بجميع الادله اللي بين يدينا، وخاصنا هاد العصابه المنظمه طيح وترفع عليها الايادي اللي كتحميها عندنا داخل البلاد.